السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الاسينشال باندويتس الانرجي سيجنال، وهنكمل من آخر محاضرة إحنا أخدناها مع بعض. قبل ما نبتدي المحاضرة بتاعتنا هنعمل ريفريشمنت كده سريع عن كيفية حساب شوية حاجات من المحاضرات اللي فاتت، وهنبتدي بكيفية حساب الانرجي بتاع السيجنال. الانرجي بتاع السيجنال كان ليها أكتر من طريقة، هنلخصهم دلوقتي كده سريعا مع بعض. اول طريقه انك تحسب الانرجي بتاع السيجنال عن طريق التايم دومين، وهي انك بتجيب الاريا اندر الباور كيرف. تاني طريقه انك تجيبها عن طريق الفريكوانسي دومين، عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي في الفريكوانسي دومين، ودي انك بتجيب الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي وتقسمها على 2 باي، وطبعا في الحالتين حدود التكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي. في الحاله الثانيه لو انت عايز تحسبها عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي، كيفية حساب الانرجي سبيكترال دينستي نفسها بتيجي بأكتر من حل. الحل الأولاني هو إنك بتجيب الأول الترانسفورميشن بتاع السيجنال في الفريكوانسي دومين، يعني بتجيب الجي كابيتال أوف أوميجا، بعد كده بتعمل لها عملية مودولس أو بتجيب الماجنتيود بتاعها. السكويرنج بتاع الماجنتيود بتاعها ده هو قيمة الانرجي سبيكترال دينستي اللي أنت عايزها. أو في حل تاني إنك تجيبها عن طريق الأوتو كوريشن فانكشن. لو عملت ترانسفورميشن للأوتو كوريشن فانكشن في التايم دومين هيجي لك قيمة الإبساي جي أوف أوميجا اللي أنت كنت عاوزها. إحنا بنستخدم هنا رمز إبساي جي أوف تاو سمول علشان نقول عليها ده تايم أوتو كوريشن فانكشن للإنرجي سيجنال. الإبساي جي أوف أوميجا دي الإنرجي سبيكترال دينستي للإنرجي سيجنال، وأخدنا المسألة بتاعتها مسائل كتير عليها وطبقنا عليها. طيب بالنسبة لتالت طريقة، إنك بتجيب الإنرجي عن طريق برضو الأوتو كوريشن فانكشن بس بتعمل عملية سيتنج للتاو بيساوي زيرو. دول التلات طرق اللي بعرف أجيب منهم الإنرجي بتاع السيجنال اللي إحنا أخدناهم المحاضرات اللي فاتت. طيب سريعا كده، لو في مسألة مديلك فيها لو في مسألة طالب فيها قيمة الإنرجي بتاع السيجنال وفي نفس الوقت طالب قيمة الإنرجي سبيكترال دينستي، طالما ما ألزمتكش بطريقة معينة ممكن بكل سهولة تستخدم الأوتو كوريشن فانكشن. لو عملت سيتنج لقيمة التاو بيساوي زيرو يبقى انت كده جبت قيمة الانرجي بتاع السيجنال، ولو عملت لها عملية فوريير ترانسفورميشن يبقى انت كده جبت لها عملية الانرجي سبيكترال دينستي. خلينا نتكلم دلوقتي شوية عن السيستمز. السيستم عندنا اللي احنا درسناهم برضو المحاضرات اللي فاتت كانت ال LTI سيستم، ودي كانت علاقة الانبوت سيجنال بالاوتبوت سيجنال في التايم دومين هي علاقة تايم كونفوليوشن، انما علاقتهم بالفريكوانس دومين هي علاقة مالتبليكيشن. عملنا إثبات واستنتجنا في الآخر إن قيمة الإنرجي سبيكترال دينيسي بتاع الخارج هي قيمة الإنرجي سبيكترال دينيسي بتاعة الدخل مضروبة في الـ H of أوميجا سكوير مودولس سكوير. طيب دي بتسهل لنا حل حاجات كتير، يعني أنت مثلا لو معاك الـ frequency response بتاع السيستم ومعاك الـ energy spectral density بتاع الإنبوت، تقدر بكل بساطة عن طريق الـ relation دي تجيب الـ energy spectral density بتاع الخارج. وطالما معانا الانرجي سبيكترال دينستي زي ما قلنا من شويه قبل كده تقدر تجيب الانرجي بتاعه السيجنال نفسها. اخدنا سيستم تاني وهو الدبل سايد باند سبريسد كارير موديليتور، وده اللي بيتم فيه ضرب الانفورميشن سيجنال في قيمه الكوزاين اوميجا سي تي اللي هي بتعبر لنا عن الكارير. الخارج دي سميناها فاي وقلنا عليها هي دبل سايد باند سبريسد كارير سيجنال. طيب عملنا اثبات واستنتجنا من الاثبات ده ان الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الدخل والانرجي سبيكترال دينستي بتاع الخارج لو عايزين نجيب لهم علاقه، فهنلاقي ان لو الدخل واخد امبليتيود اسمه كي فالخارج هنلاقيه متشفت على بلس وماينس اوميجا سي والامبليتيود بتاعه نزل للربع. طيب فالعلاقه دي لو انت معاك الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الدخل تقدر بكل بساطه تجيب الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الخارج عن طريق الريليشن دي، هي ربع في السبيكترم الاساسي متشفت مرة شمال ومرة يمين ومجموعين على بعض. طيب ده معناها ان انت لو حبيت تحسب الانرجي بتاع السيجنال فهي الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي مقسومة على 2 باي، 2 باي ده كونستنت في الحالتين. فخلينا نتكلم على الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي. طبعا زي ما هو واضح من الرسمة الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الانفورميشن عبارة عن ضعف مجموع الاتنين دول، لان كي على 4 زائد كي على 4 يدينا كي على 2 اللي هي نص المساحة اللي هتطلع لك هنا، لأن المفروض الويتس متساوي، الويتس ده متساوي في الفريكوانسي دومين. الأمبليتيود هنا كان كي وهنا قال لي كي على 4 وهنا قال لي كي على 4. فإحنا عشان تجيب قيمة الإنرجي بتاع السيجنال
فبتعمل عملية انتجريشن للأوميجا من ماينس انفينيتي لغاية الانفينيتي، يعني واخد التو سبيكترمز دول. فمعنى كده ان احنا علشان نعرف نجيبها هتجمع ده زائد ده يطلع لك نص المساحة دي. وبالتالي قلنا ان الانرجي بتاع الموديليتد سيجنال عبارة عن نص الانرجي بتاع الانفورميشن. فلو عندك الانفورميشن هنا عارف الانرجي سبيكتر دنسي بتاعتها وقيمة الانرجي، بكل بساطة تعرف تجيب نفس القيم بتاع عند الخرج عن طريق التو ريليشنز دول. هنا هنشوف ازاي ان احنا نقدر نحسب الاسينشال باندويت بتاع السيجنال وليه اصلا بنحسبها. بشكل عام انت عندك دلوقتي عرفت من الشريحة اللي فاتت او من المحاضرات اللي فاتت ازاي تحسب الانرجي بتاع السيجنال باكتر من طريقة. هنا بقى لما تيجي تحسب الانرجي هتلاقيها في التايم دومين الاريا اندر الباور كيرف. الباور كيرف ده لو انت بتتكلم على التايم دومين، فانت بتقول السيجنال دي اللي هي الجي اوف تي هنعملها عملية سكويرينج، يعني في التايم هتفضل ليميتد زي ما هي وفي الامبليتيود هيبقى سكويرينج، وبعد كده تجيب الاريا اندر الباور كيرف. طيب عن طريق الفريكوانسي دومين قلنا في طريقة انك بتجيبها عن طريق الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي مقسومة على 2 باي. طيب لما يكون الجي اوف اوميجا شكلها عامل كده، يبقى تفتكر الماجنتيود سكوير شكله عامل ازاي؟ هيبقى سينك سكوير او سامبلينج سكوير طالعه فوق. طبعا في هنا سكيلينج فاكتور اللي هي الاف تي. فالفكره بس يعني المين ايديا في الموضوع ده ان انت عندك هنا الاوميجا مستمره معاك للمالا نهايه، يعني نقدر نقول ان الريكت الباندويتس بتاعتها تندس تو انفينيتي. علشان تقدر تجيب الانرجي بتاع السيجنال من ماينس مالا نهايه لمالا نهايه فتضطر تشتغل على الانفينيتي باندويتس. طبعا لو انت عايز تنقل السيجنال دي في تشانل مش هتعرف ان انت تستخدم تشانل انفاينايت باند ويدث بتاعتها. ولو انت حبيت تيجي تعمل لها سامبلينج فانت لازم بالنيكوست، والنيكوست دي اللي هي ضعف الباند ويدث، طبعا الباند ويدث بتاعتها اصلا بانفينيتي، تيجي مثلا تدخلها على ديفايس اصلا ليميتد باند ويدث. فانت عندك ريستريكشن في استخدام الباند ويدث بتاع الكوميونيكيشن سيستم. فعشان كده مش هتقدر ان انت تستخدم الباند ويدث توتال بتاع السيجنال. فالحقيقه ان احنا مش بنقيس الباندويث توتال بتاع السيجنال، احنا بنقيس الاسينشال باندويث. ايه بقى الاسينشال باندويث؟ معظم الانرجي بتاع السيجنال متركزه فين، الحته اللي متركزه فيها الانرجي او معظمها مثلا 90% على الاقل او اكتر من 90% بنقول عليها الاسينشال باندويث. فمثلا بالنسبه للسينك الموجوده قدامنا دي معظم الانرجي هتلاقيها متركزه في المين لوب. بشكل عام بقى لما نيجي نعرف الاسينشال باندويث بتاع السيجنال فنقول عليها it is the bandwidth بيتا. لو احنا بنتكلم على الهرتز that contain more than 90% of the total signal energy. بعض التعريفات او بعض الكتب بتعرفها ان هي بتقول at least 95% من ال total signal energy. ايا كان دلوقتي عاوزين نعرف ايه اهمية practical بقى considerations، ايه اهمية ان احنا نحسب اصلا ال essential bandwidth بتاع signal. عرفنا ال essential bandwidth بتاع signal ليه عشان نعمل بيها ايه. طيب هنيجي نتكلم من وجهة نظر practical considerations شوية. ان انا دلوقتي عندي ال spectrum بتاع حد بيتكلم، بنت بتتكلم، وده كده شكل السبيكترم بتاعها. لو احنا نلاحظ هنلاقي ان الهرتز عندنا ابتدى لغاية 4 كيلو هرتز، يبقى الماجنتيود بتاعها ابتدى ان هو يقل. وبعد كده في هنا موجود تاني. لو انا قلت لك احسب لي الباندويث بتاعت السيجنال اللي قدامك دي على السبيكترم الموجود فانت تقول لي اخره 8 كيلو، وده صوت انسان. ناخد سامبل صوت بنت تانية هنلاقيها برضو يعني الشيب مختلف طبعا عشان ده صوت تاني، بس برضو هتلاقيها جاية برضو من عند 4 كيلو، وابتدت ان هي ايه في ماجنتيودز في موجودة. يعني انت برضو هتيجي تقول لي برضو اخرها 8000 كيلو، 8 كيلو ده على السبيكتر الموجود قدامنا. احنا لو زودنا ممكن هنا برضو يفرق معانا ونلاقي، بس هتلاقي ان المفيد منها انتهت لغاية تقريبا 3.4 كيلو هرتز، او ممكن نقول مجازا لغايه 4 كيلو هرتز. يعني هو ده اللي نقدر نقول عليه الاسينشال باندويث. وعشان كده مجازا بنقول صوت الانسان اخره 4 كيلو هرتز او 3.4 كيلو هرتز، من 0 ل 4 كيلو هرتز بيبقى ده الاسينشال باندويث. يبقى لما نيجي نقول صوت الانسان 4 كيلو هرتز ما نقصدش ان هو كله 4 كيلو مفيش فوق ال 4 كيلو، لا فيه، بس اللي فوق ال 4 كيلو ده كان بي نيجلكتد.
طيب تخيل بقى ان انا لو اخدت ان صوت الانسان ده كان infinite bandwidth، كنت هقدر اتعامل معاه ازاي في communication system؟ فعشان كده لما نيجي نتكلم عن الامبورتنس بتاع ان احنا نعرف الاسينشال باندويث بتاع السيجنال، فبنعرفها ليه؟ ممكن عشان نقول ان انت عندك الباندويث ترانسميشن من الدويتس ده ريستريكشن جامد في عمليه الكوميونيكيشن، فانت لو عرفت الاسينشال باندويث فانت هتكوميونيكيت اوفر الاسينشال باندويث بس، يبقى انت كده عملت عمليه سيفنج للترانسميشن باندويث. تاني حاجه ان انت عايز تعرف ايه الكوميونيكيشن شانل المناسبه، لان انت عارف ان انت علشان تعدي السيجنال دي جوه الشانل، فعلشان تعديها كلها لازم تبقى انفاينايت باندويتس. طب هو انت عندك شانل انفاينايت باندويتس؟ اكيد لا، انت عندك ليميتد شانل باندويتس. وكمان الليميتيشن ده بيبقى على حسب نوع الشانل، يعني مثلا عندك التويست بير غير الكوأكسيال كيبل غير الفايبر غير الوايرلس شانل، كل واحده بيبقى على حسب الكاركترستيك بتاعتها. فانت لو عرفت الاسينشال باندويتس هتعرف الكوميونيكيشن شانل المناسبه اللي تقدر تعدي فيها الانفورميشن دي. طيب كمان انت لو عرفت الاسينشال باندويتس هتقدر تعمل عمليه اف دي ام، يعني هنا مثلا هنحط الصوت على كارير، هنشفت الكارير ونحط هنا صوت تاني، هنشفت الكارير ونحط فيهم صوت تالت من غير ما يحصل انترفيرنس ما بينهم. رابع حاجه ان انت عندك عمليه التحويل من الانالوج للديجيتال كونفرتر، بتحتاج تعمل عملية سامبلينج للأنالوج سيجنال. طب ما انت هتسامبل على الأقل بالنيكوست ريت، طب ما هو النيكوست ريت يعني ضعف السيجنال باندويتس، فانت لو عملت الباندويتس على انها انفاينايت هتعمل ضعفها ازاي؟ مش هينفع طبعا. بس لو حسبتها على الاسينشال باندويتس فتقدر مثلا تقول هنا اخرها 4 كيلو، يبقى هتسامبل ب 8 كيلو، وبعد كده بقى كل سامبل تحولها لكود وتعمل عملية الديجيتال كوميونيكيشن. طبعا تفكر في اسباب تانية انك ليه بتحسب الاسينشال باندويتس بتاع السيجنال. هنا هنبتدي ان احنا نطبق مثال ان احنا ازاي نعرف نحسب الاسينشال باندويتس على الانرجي سيجنال. فهنا في المثال بيقولنا استيميت الاسينشال باندويتس وهنسميها دبليو كابيتال، اللي هي وحده القياس هتبقى راديان بير سكند، معناها ان هو عاوزها في الاوميجا دومين of the signal g of t في e اس ماينس اي تي في ال u of t. طيب والاي اكبر من الزيرو؟ لو كانت ال essential band مطلوبة ان هي تحتوي على 95% من ال total signal energy. هنا في المسائل اللي من النوع ده لو احنا حددنا النسبة اللي بتحتويها ال signal لازم طبعا نلتزم بيها. لو في المسألة ما حددش فانت من الديفينيشن يستحسن ان انت تستخدم من 95% لأقل من 100%. كل ما زودت كل ما النسبة بقت مور اكيوريسي اكتر، اللي هي تعرف تعمل ريبرودكشن للتوتال انرجي بشكل اكبر او الشيب بتاع السيجنال. كل ما قللت كل ما زودت النسبة دي كل كمان ما جت على حساب ان انت بتزود في الاسينشال باندويث فاليو. فيعني بيبقى على حسب كل واحد افترضها ايه، بس من الديفينيشن ممكن ناخدها من 95% لاقل من 100% مثلا. طيب هنا في الحل هنبتدي الأول برسم السيجنال. السيجنال اسمها جي اوف تي اللي هي قيمتها اي اس ماينس اي تي في اليو اوف تي، فاي اس ماينس اي تي معناها ان عند الزيرو قيمة السيجنال بيساوي واحد، مضروبة في اليو اوف تي معناها ان قيمة السيجنال في اي حاجة في التايم بالنيجاتيف بيساوي زيرو، وبعد كده في التايم بالبوزيتيف بيبتدي ياخد الشكل ده اللي هي قيمة الفانكشن اللي اسمها اي اس ماينس اي تي. طيب علشان تبتدي تحل وتجيب الاسينشال باندويتس فانت لازم الاول تجيب الانرجي توتال بتاعه السيجنال، ودي احنا اتفقنا ان انت بتجيبها باكتر من طريقه. هنا في المساله مسمينها اي جي توتال، او ممكن ناخد مسمى اسهل ليها اللي هو نسميها اي جي 1 عشان احنا هنجيبها اول حاجه يعني، ودي بنقول عليها ان احنا بنجيبها باكتر من طريقه، يا اما عن طريق التايم دومين زي ما اتفقنا قبل كده اللي هي اري اندر باور كيرف، يا اما عن طريق الفريكوانسي دومين وهي انك بتجيب الانرجي سبيكترال دينستي وتجيب الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي دي وتقسمها على 2 باي، يا اما عن طريق الاوتو كوريشن فانكشن انك بتسيت قيمه التاو بيساوي زيرو. اي طريقه طالما ألزمتكش بطريقه معينه يبقى انت حل في الامتحان باي طريقه تبقى سهله عليك. بعد ما تجيب قيمه الانرجي توتال الخطوه الثانيه انك عاوز تجيب قيمه الانرجي اللي جوه الباندويث اللي انت عايزها اللي هي بتمثل 95% من قيمه التوتال انرجي. طيب هنسميها اي جي 2 على اساس ان احنا جبناها في تاني خطوه، ودي لازم ان احنا نجيبها في الفريكوانسي دومين، يعني عن طريق الفريكوانسي دومين او الانرجي سبيكترال دينستي. ليه؟ عشان هي فانكشن في الدبليو اللي انت عايزها، فدي هتبقى فانكشن في الدبليو ما تنفعش لا تبقى في التايم دومين ولا تبقى من التاو،
فلازم ان احنا نجيبها عن طريق الفريكوانسي دومين اللي هي دي. في ناس بيحبوا يفضلوا في الحل عشان يسهلوا طريقة الحل بتاعتهم ان هم يجيبوا الانرجي 1 والانرجي 2 الاتنين عن طريق الفريكوانسي دومين، على اساس ان هو مجبر ان هو يجيبها هنا في الفريكوانسي دومين as you like. طيب رقم سي، عايزك تطبق بقى العلاقة اللي هي الانرجي اللي جوه الدبليو اللي انت عايزها بتمثل 95% من انرجي التوتال، وطبعا دي فانكشن في الدبليو، ومن هنا تقدر تجيب قيمة الدبليو هنا بكام. طبعا ممكن تستخدم المسميات البسيطة اللي اتفقنا عليها ان هي الاي جي 2 اللي هي الاي دبليو والاي جي 1 اللي هي الاي جي توتال. هنا في الحل اول حاجة هنبتدي بيها انك تجيب الاي جي 1، واخترت هنا في المسألة اللي انا حلها عن طريق التايم دومين. هنا في الانتجريشن طالما انت حليتها في التايم دومين هجيب الاريا اندر الباور كيرف، والباور كيرف طبعا هيبقى ليميتد من 0 لانفينيتي لوجود اليو اف تي، فوجود اليو اف تي في الانتجريشن تخلينا الحدود التكامل من 0 انفينيتي للسيجنال سكوير في التايم دومين. لما جينا حليناها وكملنا وجبنا حدود التكامل لقينا قيمه اي جي 1 بيساوي 1 على 2 اي. في الخطوه الثانيه هنجيب الاي جي 2 وهي عباره عن الفريكوانسي دومين الاري اندر الانرجي سبيكتر دينستي، بس حدود التكامل عندك هتبقى من ماينس اوميجا لاوميجا لانك كده بتجيبها جوه الاوميجا بس، فهتقسم الكلام ده على 2 باي. اخترت الطريقة اللي انا اجيب بيها الانرجي سبيكترال دينستي عن طريق انك تجيب الاول الترانسفورميشن بتاع السيجنال بتاعتك من التيبل، هتروح تلاقيها دي موجودة بشكل مباشر ان الاي اس ماينس اي تي في اليو اف تي ترانسفورميشن بتاعها اللي هي جي اوف اوميجا عبارة عن 1 على اي بلس جي اوميجا، وبالتالي الماجنتيود عايز تجيب الماجنتيود لحاجة كومبلكس بنجيب الماجنتيود البسط الاول اللي هو هيبقى 1، وماجنتيود المقام، ماجنتيود المقام هو الروت بتاع الاي سكوير بلس الاوميجا سكوير. احنا عشان نعوض هنا في الايكويشن ونعرف نجيب قيمه الاي جي 2 فانت عاوز الماجنتيود سكوير، فالماجنتيود سكوير اللي هو الانرجي سبيكترال دينستي هو 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير. من الرسمه هنا نعرف ان الابساي جي اوف اوميجا هو 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير، يعني ايفن فانكشن زي ما احنا شايفينها. لو انت حبيت تجيب الانرجي توتال فبتقول 1 على 2 باي في الاريا اندر الانرجي سبيكتر دينستي كيرف كلها، انما لو انت حبيت تجيبها في حدود الاوميجا زي الاي جي 2 الاي جي 2 فانت هتضطر تجيبها في حدود الاوميجا بس زي الايكويشن دي. فالايكويشن دي معناها انك جبت الاريا دي فقط وقسمتها على 2 باي. هنا في التكامل بنقول ان التكامل 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير بيساوي 1 على اي تان ماينس 1 اوميجا على اي، ودي بيبقى ممكن اوقات اديها لك انا جيفن في المساله يعني على اساس ان هو صعب انك تجيب تكاملها فبقى مديها لك كهنت، فاعتبرني هنا ان اديتها لك كهنت يعني. بعد كده بتحل الايكويشن عادي خالص وتعوض بحدود التكامل وتعوض عن الاوميجا سمول بالدبليو كابيتال، وبعد كده بتجيب الاي جي 2 فانكشن في الدبليو كابيتال اللي انت عايزها. في الخطوة الثالثة بقى اللي هي دي هنبتدي ان احنا نقول قيمة الـ EG2 95% من قيمة الـ EG1، ونبتدي نجيب قيمة الـ W من التعويضات دي من الـ equation دي والـ equation دي، هنطبق العلاقة دي ونجيب قيمة الـ W، وبعد كده هنلاقيها بيساوي 12.7 في الـ A. انا كده حليت المسألة لان هو عاوز الـ W بالـ radian per second وهي كده function في الـ A. الـ A دي هي ليه function فيها لأن هي كانت أصلا في المسألة من البداية. ممكن أدي لك أنا قيمة الـ A هنا بأي value بس تكون طبعا أكبر من الزيرو عشان تعرف تطبق الـ relation دي، وبالتالي تعرف تضربها في الـ A ويطلع لك قيمة الـ W الفعلية. لو في المسألة بقى حبيت أن أجيبها في frequency domain فعلشان الـ omega هي 2 by f، فبكل بساطة الـ f هي هتجيب قيمة الـ omega وتقسمها على 2 by. الفيزيكال meaning بتاع الـ essential bandwidth معناها إيه؟ ان بدل ما كنت تقول ان الـ ان الـ ان السيجنال دي الباندويث بتاعتها انفاينايت لان الشيب ده هيستمر من ماينس انفينيتي لانفينيتي، بدل ما تقول ان الباندويث بتاعك انفاينايت فانت حجمتها وفي نفس الوقت ما خسرتش كتير، لان التحجيم اللي انت جبته قلت لو انا حسبت ان الاسينشال باندويث بتاع السيجنال في الاوميجا دومين هي 12.7 في الاي فانت فقط التزمت بالمنطقه دي فانت جبت الاسينشال وفي نفس الوقت ما خسرتش كتير، لان الاسينشال دي محتويه على 95% من التوتال سيجنال انرجي.
انما لما كنتش حسبتها الاسينشال باندويث وجيت حسبت الانرجي توت الباندويث توتال الفعليه بتاع السيجنال فتلاقيها بانفينيتي. طبعا الكلام ده مش منطقي ان نعمل لها عمليه كوميونيكيشن. هنا ده مثال تاني ان هو عاوز الاسينشال باندويث السيجنال تانيه، السيجنال دي عاوز يجيب لها الاسينشال باندويث بس المره دي في الاف دومين عشان عاوزها بالهرتز، والسيجنال دي اسمها جي اوف تي وقيمتها 2 A على T² + A². عاوز الاسينشال باندويث المره دي يكون 99% من التوتال سيجنال انرجي. خطوات الحل واحده زي ما اتفقنا، اول حاجه هنجيب الاي جي توتال باي طريقه من الثلاثه، تاني حاجة هجيب الاي جوه ال W معينة وهنجيبها من الاف دومين، بعد كده هنحسب الريشيو هيبقى الاي دبليو بدلالة ال W، ومن الريشيو اقدر اجيب ال W في طرف لوحدها، وعشان هو عاوزها في الاف دومين مش في الاوميجا دومين اقسم قوة ال W اللي هتيجي دي على 2 باي، يبقى انا كده حليت المسألة. طيب هنا اول خطوة علشان اعرف اجيب الاي جي 1 فكرت اجيبها من التايم دومين زي المسألة اللي فاتت، بس هنا اضطريت ان انا اجيب الانفورميشن او السيجنال بتاعتك سكوير دي يعني هتبقى كومبلكس في عمليه الانتجريشن، فانت ليه تدخل نفسك في مشاكل وتضيع وقت الامتحان بتاعك او كده او تضيع وقت المساله بتاعتك؟ فخلاص ممكن احسبها من الاوميجا دومين عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي، ووقتها هروح افكر ان انا ابص في الفوريا ترانسفورميشن تيبل وادور على جي اوف تي اللي هي لما تكون 2 A على T² + A² يبقى ساعتها جي اوف اوميجا بكام عشان اخد المودولس واعمل له سكوير وكامل. طيب دلوقتي انا اصلا جيت ادور في التيبل في التايم دومين ما لقيتش الشكل ده، بس جيت ابص عليها في الفريكوانس دومين لقيتها بس شايل كل تي وحطت مكانها اوميجا، يبقى هبتدي استخدم الخاصيه اللي هي بتاعه السيمتري، فلقيت الترانسفورميشن اللي هو اي اس ماينس اي مودولس تي هو ده الترانسفورميشن بتاعه اللي هو 2 A على أوميجا² + A², يعني شيل كل تي وحط مكانها أوميجا، يبقى دي خاصية السيمتري. في السيمتري بيقول لي لو عندك سيجنال عاوزة تجيب لها السبيكترم وهي في التايم دومين وهتستخدمي خاصية السيمتري، حطي 2 باي واضربيها في السيجنال اللي كانت في شكل التايم دومين مع استبدال كل تي بماينس أوميجا. يعني لما نيجي نطبقها على المثال بتاعنا هنا كانت التايم دومين عبارة عن اي اس ماينس اي مودولس تي، فهيبقى الفريكوانسي دومين بتاع التحويلة بتاعتنا هي عبارة عن 2 باي اي اس ماينس اي مودولس ماينس اوميجا، وطبعا مودولس ماينس اوميجا هو نفسه قيمة اي اوميجا لان هي جوه المودولس. هنا طالما جاي عرفت اجيب الجي اوف اوميجا وطلعت فانكشن سهلة، يبقى بكل بساطة اعرف اجيب الماجنتيود سكوير واحطه تحت الانتجريشن واقسم على 2 باي عشان اجيب الاي جي 1. هنا لما تيجي تعوض في المودولس اوميجا في حدود الانتجريشن ماينس انفينيتي انفينيتي ممكن تعكسك شويه، عشان كده احنا باعتبارها ان هي ايفن فانكشن ممكن اسهل على نفسي واقول ان حدود الانتجريشن بدل ما يكون ماينس انفينيتي انفينيتي وانا هنا طبعا ال 2 باي سكوير هتبقى ب 4 باي سكوير على 2 باي، فهنا هيحصل لها ريدكشن ل 2 باي يعني. فالمهم هنا الفانكشن حدودها من ماينس الانتجريشن ماينس انفينيتي انفينيتي، فهي عشان ايفن فانكشن ممكن اخد حدود الانتجريشن من 0 انفينيتي ووقتها بضرب بدل 2 باي بضرب في 2 فبقت 4 باي وبعمل انتجريشن بتاعي طبيعي خالص، وفي الاخر بتوصل ان قيمة اي جي 1 ب 2 باي على اي. ودي كده اول خطوة. تاني خطوة عايز احسب الاي جوه الدبليو، فبقول ان الاي جوه الدبليو بجيبها من الفريكوانس دومين، هنا مجبرة زي ما اتفقنا ان اجيبها في الفريكوانس دومين، بعوض بحدود الانتجريشن ان انا بشيل كل اوميجا سمول بعد الانتجريشن وبحطها بقيمة ال W، وفي الاخر بتطلع لي قيمة ال E جي 2 بدلالة ال W زي ما قلنا قبل كده. ودي تاني خطوة. تالت خطوة بقى بقول ان ال E جي توتال عاوزاها 99% من قيمة ال E جي 1، بعوض علشان اعرف اجيب قيمة ال W. بعد ما جبت قيمة ال W بالخطوات اللي باينة قدامنا دي طلعت بـ 2.3 على الـ A، ده كده بالراديان. طب هو عاوز البيتا بالهرتز، فبقسم القيمة اللي جاتلي على 2 باي بيطلع لي 0.3 أو 0. تقريبا 4 يعني اللي هو الرقم ده مقسومة على A، وقيمة البيتا دي هنا بتطلع لي بالـ A بالهرتز. ودي كده تبقى الاسينشال باندويتس، ودي كده تبقى اخر المحاضرة في التسجيل ده.
ان شاء الله في توبيك تاني اللي هنتكلم على الباور سيجنال في التسجيل اللي جاي بإذن الله. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هو بارت 3 هنتكلم ان احنا ازاي نعمل الباور كالكوليشنز للباور سيجنالز، وهنريفير الانرجي سيجنالز، وهنعمل كده ريفرشمنت بسيط عليها الاول، وبعد كده هنتكلم على الكالكوليشنز دي للباور سيجنالز بتتم ازاي.